التعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وسلام أهلكم في مدينة المحرم. تقوم بالخدمات للمواطن والمعاناة اللي بيشوفون الحل في ليبيا اللي قولة زي هالقولة. لا يمكن نقدر كل اللي احنا تجمعنا جميعا كل اللي فيه واحنا متفقين فيها ربما خمس عقل واحدة ونعي هذه الحقيقة. وأقول لكم بالنسبة لنا احنا في أبناء عميم صراحة نفتح أيديها واحنا متفقين مع كل اللي فيه. لا عندنا أول سنة في التيه، احنا الآن 50 سنة في التيه، 42 نقول عظمة ومشكلة الداء وناس وناس على تحقيق وبناء وطن. بين الناس الفرقاء السياسيين وبين قادة الكتائب يكون الآن الكتائب وقادة المجموعات المسلحة يكون مننا ينطبق عليها مسمى. بالتالي قاسي على بعض المشايخ والأعيان، ولكن ثلاث أو أربع سنوات وهي بدأت في مشروع مصالحة حقيقي. الصلاة فيها 10 مسألة متفقين فيها. وطني للراية البيضاء بالسلام. ربنا تحرينا وبين قومها بالحق وأنت خير الفاتحين. من تضحيات الشباب الحقيقة ضحوا في جميع. طبعا ملتقى شباب وعيان المنطقة الغربية هو يجي ضمن مجموعة من النشاطات حقيقة اللي جت في فترة يعني مؤخرا بدت في مجموعة من النشاطات لتجمع ما بين الشباب وما بين الأعيان. بدأ أول اجتماع في مصراتة استضافتها مؤسسة الحوار والمناظرة، جمع شباب تقريبا من مختلف مناطق ليبيا وكان محور متاع الشباب ودورهم في المصالحة، والتقينا بمجموعة من أعيان مصراتة. اليوم طبعا التجمع أو الملتقى اليوم هو من تنظيم أيضا مؤسسة الحوار والمناظرة ومنظمة الصوت الأمازيغي، وباستضافة المجلس البلدي زوارة وأعيان زوارة مشكورين. جميع الأجسام التي الملتقى يخص المنطقة الغربية، وفعلا تمت الدعوة لهذا اللقاء من قبل أبناء أو شباب مدينة زوارة، وتم استدعاء كل المناطق، بل ليست كل ولكن جل المناطق الغربية، بداية من مصراتة والزنتان وطرابلس والزاوية وصبراتها وجميل ورقدلين ومناطق الجبل بالكامل. فالحقيقة كان نقاش موضوعي وكان نقاش علمي، وكان الهدف منه هو الوصول إلى الكيفية المثلى والطريقة الصحيحة لفض وحل المشاكل اللي فعلا الليبيين أوصلتهم إلى شبه طريق مسدود من أجل الاتفاق ومن أجل الوحدة. لابد من اليوم، وإذا أنتم كنتم صادقين وكنتم تملكوا الجرأة والشجاعة، لابد من اليوم تتخذوا موقف أنتم الشباب، تطلعوا للشوارع، تلوحوا السيارات مسلحة ومصفحة ودور ثغرة كلها، تعبوا الشوارع بالورود.